كلمونا عن الجو، تفضل دكتور طارق. طيب، بالنسبة للانضباط، هو كان انضباط صحي جدا، بيعلمك، بوريك الصح من الخطأ. المدرسة التركيبة بتاعتها منضبطة، يعني مثلا عندنا طبعا المدرسة الفصول في منتصف الخريطة بتاعت المدرسة، وتحيط بها الداخليات، فمراقبة حركة الطلبة بين الداخليات وبين المدرسة يعني سهلة جدا. المدرسة عندها بوابة واحدة الصباح بتفتح، الناس بتدخل بها، وبيكون في الصول قاعد للناس المتأخرين، تمام. يمنع طبعا الدخول إلى المدرسة بالسفنجة، يعني ما ممكن تخش بالسفنجة. إذا القميص كمه طويل، هو لازم أبيض، إذا كمه طويل بيقطعوا لك طوالي لو تتذكر، عندهم مقص يقصوه ويدوك الكم بتاعك تمشي تخيطه. فدي من الحاجات اللي كان فيها انضباط بصورة ما عادية في المدرسة، كويس. الفترة المسائية في مذاكرة إجبارية من بعد صلاة المغرب إلى الساعة افتكر 8، كانت ساعتين من 6 ل 8، من 6 ل 8 من أساتذة يعني. أيوه، حصص يعني أساتذة موجودين، ما حصص، تذاكر بس، مذاكرة لكن مراقبة الأساتذة، موزعين الأساتذة يوم عشان ما تعمل تهريج تتكلم. لا، في المدرسة الأساتذة في السكن برضه موجودين يعني.